البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 20 ركعة والوتر، ما حاله وعمن هو؟ عندك يا يوسف؟ حديث شديد الضعف، أخرجه البيهقي عن ابن عباس بإسناد إبراهيم بن عثمان العبسي متروك، شديد الضعف. ولم يثبت في صلاة 20 ركعة في التراويح أي حديث، والآثار أيضا لم يثبت فيها أثر. وأحسن ما روي أثر عن عمر، ولكنه اختلفت الروايات عنه، فالأثبات يروونه بلفظ يصلي جمعهم على 11 ركعة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. متفق عليهما. يستفاد من الحديث مشروعية صلاة الليل في أوله وفي أوسطه وفي آخره، فكله مشروع، والأفضل في آخره لمن أمن النوم وفوات وقت الوتر. وسيأتي الكلام على وقت الوتر ووقته المفضل، وبالله التوفيق. قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. يستفاد من الحديث الحث على قيام الليل والاستمرار عليه وعلى فعل جميع الطاعات. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في شرح الحديث: وفيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط، ويستنبط منه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة. انتهى. قلت: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قل. فقليل دائم خير من كثير منقطع. إذا كان معك أعمال خير وإن كانت قليلة وقد داومت عليها فاثبت عليها. أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قل. ولذلك نوصي أنفسنا جميعا، أو نوصي نفسي والأخوة جميعا، أن يكون الإنسان له رواتب من فعل الخير يداوم عليها لا يقطعها، يستمر عليها. فمثلا نوافل الصلاة التي هي الرواتب: 2 قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. حافظ عليها، داوم عليها، وإذا شغلت عنها فاقضها. إذا جاءك انشغال اقضها، داوم عليها. حب العمل الله تعالى أدومه وأنقل. مثلا في الصيام: إذا استطاع أن يداوم على 2 و5 فبركة عظيمة، إذا لم يستطع 3 أيام من كل شهر يداوم عليها. تلاوة القرآن مثلا: كل يوم جزء من القرآن أقل شيء، إذا استطاع 3 أجزاء 5 أجزاء، لكن مع المداومة. جزء وأنت تداوم عليه كل يوم خير من أن تقرأ الجزئين والثلاثة وتتقطع. أحب العمل الله تعالى دوم وانقل. هكذا أيضا في الذكر: أذكار الصباح وأذكار المساء، اجعلها اجعل نفسك ملازما لها،
داوم عليها. إذا شغلت عنها يوما فمتى ما ذكرت اقرأها، لا بأس. الذكر يقال في كل وقت، شغلت بعد الفجر ما أتيت بالذكر شغلك الشيطان، اقرأها ولو بعد ارتفاع الشمس. إذا كانت تقضى الصلاة فالأذكار هذه من باب أولى، إذا كانت صلاة الرواتب تقضيها فهذه الأذكار أيضا لا تقول قد انتهى الوقت، قرأها متى ما ذكرت. قال وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. من المقصود بالخمسة؟ من سيجي من الصغار عند الأولاد؟ من سيجي من الأولاد؟ ما أحد، ما عند الجميع. عندك عيسى؟ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. والخامس أحمد، حسنت. ولو بدأت بأحمد فإنه أقدمهم. ترتيبهم حسب الوفاة، أحمد ثم الترمذي أو ثم ابن ماجه كأنه، ثم الترمذي ثم أبي داود ثم النسائي. قال الحكم المستفاد من الحديث في الحث على قيام الليل والوتر وعلى استحباب ذلك استحبابا مؤكدا، وقد استدل بالحديث على وجوب الوتر، وقد تقدم الكلام على ذلك.